الساعه 10 الساعه 11 وبعد كده نريح شويه سبته الظهريه دي ومع اصل نجمع كام بيت الجامع. والله موسم امتحان السنه دي يعني الحمد لله باش نقول لسه ما خلصناش. هي بتجينا ده 5-6 جامعات السنه. تكلفتها قد ايه تقريبا؟ بس انا ما حسبناش لسه حسبنا التكلفات والله مش تكلفة اخر اخر خالص. اه عادي بتحسب اخر خالص نشطب خالص ونجمع وكل حاجه نحسب تكلفتنا خالص دلوقتي ما نقدرش نحسب اي تكلفه. ويهمنا في الزرعة بتاعتنا.